على ولدي انفطر وقلبي ولدي علي حجر قلبي على ولدي انفطر وقلبي ولدي علي حجر يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر قول وعذب الوتر ده مهما كان احنا بشر ده مهما كان احنا بشر مهما كان احنا بشر عانت معاك يا الزمان وترنك العينة دي يلي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي عانت معاك يا الزمان وترنك العينة دي يلي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولدي لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولدي ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولدي لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولدي قدر يا ود قلبي قدر النار أولها الشرر يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر قول وعذب الوتر ده مهما كان احنا بشر ده مهما كان احنا بشر مهما كان احنا بشر هتعمل ايه هنا يا كامل؟ قاعد اصلي واسبح هربان من ايه يا كامل بالسبحة والسجادة؟ هربان من نفسي اللي قدرت عليها وش معنى هنا بالذات؟ حتة رايقة وما فيهاش حد مين اللي قال ما فيهاش حد؟ دي فيها احسن حد ولا نسيته يا ولدي؟ مين يا ابوي؟ مرعي احنا شلعناه من هنا يو يا حاج ما فاتت سنين ولو 100 سنة ايه اللي عارفه يا كامل ومدري عني؟ انا ما اعرفش حاجة لا تعرف تعرف كل حاجة ايه اللي جابك هنا؟ ليه ما كنتش معاهم يوميا؟ ايه اللي تعرفه؟ رد ربنا بس هو العالم يا ابوي
أنا اللي أعرفه قلته. مالك؟ مالك يا أبوي؟ تعبان يا ولدي، وكل ما أهدى يجي تعبان يعضني في حتة ويمشي. سلامتك يا أبوي، نروح للدكتور، ربنا عمل الطب والدواء. وجعي مش عاوز دكتور يا كامل، وما فيش منه شفاء. لو تعالجت منه أموت، ولو عشت بي أعيش موجوع. ربنا هو الطبيب يا أبوي. ربنا المطلع على قلوب الناس وضميرهم. ساعات أحس إنك في حالك، كافي خيرك شرك. وساعات أحس إنك ساكت على حاجات مش عاوز تقولها ومتداري في سبحتك. زي ما تقول هربان من روحي يا أبوي. هربان من روحك بس؟ ولا من روح تانية عارف عنها حاجة؟ والله يا أبوي أنا كل ما أفكر في الدنيا دي ألاقي طولها كد عرضها، مفيش فيها فرق بين الحي والميت. يعني لا ميت عني بعيد ولا حي مني قريب، يعني مرعي زيه زي إخواتي العايشين. أنت بتاع ربنا يا كامل، هتشوف أخوك في الحلم، في الحقيقة هتشوفه. وحد الله يا أبوي، مالك؟ عكروني يا ولد، كل شوية حد يرمي قالب في موجي ويمشي. حاج أبو زكري، خير؟ تفضل معنا يا حاج أبو زكري، عايزينك في المركز. قاعد عاوزني أنا؟ إيش اللي حاصل؟ اتفضل يا حاج وخلاص، هناك هتعرف. ألبس عبايتي وأجيب عربيتي. اتفضل يا حاج. وانت عليك عفريت اسمه تفضل يا حاج. تفضل يا حاج. هتدفع تمن ده غالي قوي، ما هو اللي ما يعرفش يقول تفضل يا حاج. طب اتفضل يا حاج. يا برضو مين بس وقال لك ايه؟ دود المشي منه فيه. سيبك من المشي ومن دوده، قالت لي زقوه في المصرف. ولدك كامل يعرف مين؟ مش مهم اللي قال، المهم اللي حصل. يا ابوي ده قدر ربنا، حد يزقه. والله يا ولد لو من جوايا اعرف انه مات موتة ربنا مش بفعل فاعل كنت صبرت ورقت وسلمت امري لله، لكن انا مش مطمن. ومن ميتك كنت مطمن؟ قصدك ايه؟ طول عمرك قلقان على البلد وعلى الشغل وعلى عيالك وعلى العايش والميت، سلمها لله. لا اله الا الله، اسيب السايب في السايب، اسيب دم ولدي، احط راسي في الطين واهرب زيك؟ لا، في ناس ربنا خلقهم يبقوا مسؤولين عن ناس تانيين، ما ينفعش يرموا الأمانة ويقعدوا على البحر يسبحوا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا ما أقدرش غير على كده. خليك في اللي أنت فيه، يمكن ربنا جعلك باب رحمة لينا عنده. خليك كامل، لو جه يوم وعرفت انك كنت مداري عني حاجة وسكت حيبقى الباب اتكسر، وساعتها يا ولدي مفيش رحمة. خليك يا حاج. خالتي وكلنا عم نغلطوا، قلت اجرب حظي في بلد تانية ومع مرة تانية وما نفعش، وديني رجعت وقاصد خير، وفي الاول وفي الاخر بنتك مرتي. صح يا ولدي، بس انت سبتها. ابوس رجليها. وبعدين عجبكم قعدتكم دايما غير راجل؟ الفدانين بتوعكم مثلا هتعملوا فيهم ايه؟ اجرناهم يا ولدي. شفتي؟ اها، لازم راجل يمسكهم ويتولاكم ويلم عنكم كلام الناس ويملالك البيت عيال. قلت ايه؟ حد يقول للستر له يا ولدي، بس ترجع فرحة وقولها. ترجع من فين؟ من بيت الحج محمد ابو ديار، عترطع بنت تقوى صاحبتها الله يرحمها. ايه؟ الله يرحم الميت والحي، مال احنا ومال البيوت. هدي هدي يا ولدي، عيب عليك، وانا قلت لك راحت بالاجرة، ده ثواب لله. خلاص
لا تقولي ولا تعيدي. دول هما طلقتين بس اللي طلقتهم لبنتك، وديني جيت يعني رجعتها. يعتبر رجعتها كيف؟ رجعتها هاخد شقلع وعسل لي ساعتين، تيجي فرحة تلاقي جوزها مستنيها. مداح استنى يا ولدي. الو. ايوه يا حاج، ابن عمي سيادتك عندنا. ولد عمي مين؟ الحاج ذكري يا حاج، في موضوع رشوة للمهندس رأفت، مهندس العملية بتاعتكم، والمهندس بيني وبينك مصر يكمل الموضوع للآخر. قلنا نقول لحضرتك برضه، والحاج يخصك. ايوه طبعا فيك بركة، أنا جاي حالا. واحنا يا حاج ما تقلقش، الحاج أبو ذكري في الحفظ والصون. لا يا بيه، عملوه زي أي مجرم. ولو لزم الأمر تحطوه في الزنزانة حطوه. أنا جاي حالا. همي يبكي وهمي يضحك يا أبو ذكري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي يا ولد عمي والله حبيب. حتتلم ولا مش حتتلم؟ حتلم بس طلعني من الغرقة دي. شفت دلوقت أي واحد يقول أي حاجة على الكبير يتبادل كده على الكلام. مين الكبير؟ أنت الكبير يا ولد عمي، بذمتك تعقل دي؟ أنا قرش البشمهندس بتاعكم. طب ليه؟ هي حاجة غريبة فعلا. ده المهندس بتاع العملية بتاعتكم أنتم، قرشيها أنا ليه؟ المصلحة. الراجل اللي أنت بعته اعترف. كذاب ومبهتن وملطش. هو أي عيل صغير عايز يعمل لنفسه قيمة يقول على كبراته أي كلام. استنى أبو ذكري، معلش يا باشمهندس، أكيد دي حركة عيال صغيرة، يعني أكيد مش قصدين. يا حاج الراجل اعترف. أنت مين يا ولدي؟ ده الواد الفجري مرسال، ولد غريب العمش. ما أنت قلت ما تعرفوش. باشمهندس ما أنت عارف إن بلدنا صغيرة وكلنا نعرف بعض، والواد ده مدبوب عنده ربع ضارب، تعبان خالص يا باشمهندس. شفت؟ لا عيان بجد، ومعاه شهادة معاملة أطفال، وأمه ما عندهاش غيره، عشان خاطري سامحه يعني، خليها عندي. ماشي يا حاج. كتر خيرك. آخر مرة. شفت يا ولد عمي؟ العيال مش مربايا. طب تلاتة بالله العظيم لا اضربك. اختش يا ابو ذكري، ما انت اللي باعته. بقول لك ايه يا حاج، ما هو مش عشان طلعتني تعمل فيه كده. ايوه انا كانوا حيطلعوني عشان كبير عيله، يعني بيك من غيرك حيطلعوني. حبدلنا زري على مرسال. امرك يا حاج. خلاص نخشوا جوه تاني المأمور ونحكوا الحكايه من الاول. وعالم ربي وشاهد، لا طلع الواد لامه وبيتك مكانه ابو ذكري. خبر ايه يا حاج؟ هو في حد كبير في البلد غيره؟ يا ابو ذكري ربنا، وربنا ان شاء الله هيخليك صغير 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 لحد القيامه ما تقوم. حمدان امرك يا حاج. السلام عليكم. ابوك جا وسأل عليك. عارف عارف، وانا قلت له ان احنا هنشيعوا له عشاه الليله دي. اللي انت عاوزاه اعمليه ياما. ايوه اروح اشوف ايه الحكايه. هيسيبك كده واخواتك يلهطوا في خيره؟ ياما طلعيني انا من اي حديث، واللي انت عاوزاه اعمليه. يا سلام، ليه ولد مندها وولد كامل احسن منك؟ ده حتى ما حدش واخد شكل ابوه غيرك. كان عاوز ايه ابوك؟ مفيش يا منيرة، كان هيسألني على الزرعة وعن أحوالي. أنا قلت هيمسكك حاجة. وهو حرمني من حاجة؟ كأني قاعد مع ناس ما يعرفونيش. أبويا عمره ما حرمني من حاجة، أنا اللي مش عاوز. لكن إحنا عاوزين. العيال هيبصوا لعيال عمهم، ودول زي دول. أنت حر في نفسك، لكن مش على حسابنا. أنت هتكلمي جوزك اللي هو ولدي كده ليه يا بنت اللي ما ربيتكيش؟
يا لهوي، البيت كله الدب والعاجل يعمل وسطكم ايه؟ طب بصي يا عاجله، اتحدتي معايا انا براحتك، لكن امي هدي الكلام معاها احسن لك. مالكش دعوه انت، انا وامك ليل ونهار مع بعض ولينا طريقه في العيشه. انا هكلمك انت وانا هقولها لك للمره الالف، انت متجوزاني انا، مش متجوز ابوي ولا اخواتي. يعني تعيشي معايا بظروف انا وتنسي خالص ان ولد الحج محمد ابو دياب. لكن انت ولد الحج محمد ابو دياب، وانا مرت كامل ولد الحج محمد ابو دياب. وانا مرت الحج محمد ابو دياب نفسه. طليقته يا مرت عم. اخرسي غوري، حضر العشاء. مجاني النهارده حيرجعني، يعني حيرجعني. بسم الله الرحمن الرحيم. امه الحقيني يامه، في رجل غريب في الاوضه، هيعمل ايه؟ غريب ايه يا بنتي؟ ده جوزي. ماليش اتجواز، جوزي طلقني من زمان ورماني انا وولدي وراح مصر واتجوز. مين الراجل ده وهيعمل ايه في بيتنا؟ راجل ايه وطلقتك ايه؟ ما خلاص رديتك. ترد ليك ايه بعد الطلاق بالثلاثه يا ضلالي؟ هما اتنين بس، كذاب وملطش. ما خلاص يا فرحه، ما خلاصش. ثلاثه يامه، طلقني بالثلاثه، وانتي هتدخلي راجل غريب في البيت ليه؟ يا بنت الناس، هما طلقتين، التالتة كانت ساعة غضب، سألت شيخ قال لي ما توجعش. لكن عندي أنا وجعت خلاص، من يوم ما طلعت من هنا والواد على باطي لحمة حمرة ومات وراك بكام شهر، وانت بالنسبة لي مت. بس الفرق بينك وبين اللي ماتوا اني هترحم عليهم. طب لم نفسك وخش اوضتك. الراجل جاي يلم، هتبعتني انت ليه؟ تلقاه ضيع فلوسه، واللي ضحكت عليه طردته، ولما فلس قال لك اروح للهبل اللي هناك الاقي بيت وفدانين ومرعى عبيطه. انا جاي عايزك وشريك يا فرح. اخرس، قدامك دقيقه واحده تاخد جلابيتك وتطلع، بدل والله ما لم عليك اهل البلد كلها دلوقتي. والله لو جبتيلي المديريه، مين يطلع راجل من بيته ولا يخش من راجل ومرته؟ يعني مش هتطلع؟ خشي سخنيلي ميه عشان اتسبح. تسبح كمان يا راجل يا بارد؟ انا هقتلك الليله دي، هقتلك. هتموتي يا حزينه، بندقية ابوك فيها ظرف. فيها ظرف؟ ماشي يا فرح، انا هعرف الظهار. غور شتخارة. عارفه لو فتحتي باب البيت للراجل ده تاني مش هقعد لك فيه، سامعاني؟ ايه اللي انت قلته ده حصل يا مناح؟ امال يا عم الحاج، وسحبت البندقيه بتاعت ابوها الله يرحمه وطلعته يجري حافي وبالسروال. بالسروال؟ دي بنت جدعة بمئة راجل. وانت عرفت الحكاية دي منين يا فجري؟ أمها قالت لمرتي. لسه في بنات جدعة كده؟ ايه جدعة بس يا حاج، جدعة وحلوة كمان. لم لسانك يا مناح، كده هنخش في الحديث البارد. خير يا ام كامل؟ اصل سمعت ان بنتك تبوه مات. مش ناقصه باب. ازيك يا حاجه لميعه؟ يا اهلا وسهلا. وادي ده عشا للحاج محمد، اصله جاني وقال لي نفسه في عشا من ايدي. فيك بركه يا حاجه، اتفضلي. ازيك وزي الول. خش جوه مرتي، مش ناقصه. لا لا، ما تعمليش شيء ولا حاجه، هاتيلي البنت الصغيرة أسلم عليه. هاتيلها تقوى يا منى. ولما تخنقها دلوق هقدر أعمل معاها إيه؟ تقوى؟ تقوى مين؟ مش قلتوا تقوى متى؟ ما هو سماها على اسم المرحوم. الغالية بنت الغالية. مالكوا؟ هتبصوا لبعض ليه؟ هاتوا البيت. نايمة يا حاجة لما تصحى. هاتوها نايمة، هنجطها وأبصها وأرجعها لكم تاني. هاتيها يا منده، ما تخافيش، ربنا هيستر. والحاج فين؟ عايزه حد يوديله الصينيه. الحاج تحت في المنظره، عنده ناس يا حاجه. والناس هيمنعوه من العشاء؟ البت ها. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. سمي يا اختي سمي. بسم الله ما شاء الله. مش واخده ولا حاجه منك يا منده، حجاش مناخيرها الكبيره المبرطشه دي وبس. بس تقاطعها حلوه قوي، هجوزها لمروان ورد ولدي. يا حاجه لسه بدري على الكلام ده، اللي يعيش واللي يعيش يا ما يشوف.
نزلوا انتوا العشاء للحاج محمد وانا هاخد تجوه افرجها لمروان. ايه خدي يا مره محفوفه انت تاخديها في ايه؟ هاتي البيت. لا مش هسيبها. هاتي البيت يا لميع. مش هسيبها. شفتي يا كامله انت جاهزه. سيبي البيت يا لميع. مش هسيبها الا ما افرجها لمروان. يا غلطي يا وصلتي السودا. الحقونا يا خلق الحقونا يا اللي تحت. لميع عايزه تاخد تجوه يا حاج. نجدني تجوه ايه ولمعت ايه ولميع بتعمل ايه عندكم؟ جايبه لك العشاء اللي قلت عليه يا حاج. تسلم ايدك يا لميع. هبعت لك مناع ياخد العشاء، بس رجع تجوه لستها عشان البنت اللي هتيجي ترضعها. ماشي ماشي اوامرك يا احلى حاج. هاتي هاتي. شفت انا عملت كل ده ليه؟ عشان يقول لي تسلم ايدك يا لميعة. ابعت العشاء يا لميعة يا مجانين. وانا كنت هخطف البنت برضو. تسلم ايدك يا لميعة. ابعت العشاء يا لميعة. تسلم ايدك يا لميعة. تمين يا ولد. انا مداح يا عم الحاج. يعني ايه؟ طبابلي جاي تغني وتشحت؟ لا يا عم الحاج، انا مداح جوز فرحه. اهلا اهلا. قوم دولو يا عم الحاج. انت كبير البلد دي كلها، وانا عاوز ارجع مرتي. وماله مترجعها؟ مش راضي يا عم الحاج، ومش عايزه تتلم في بيت جوزها. هو في كده مناه؟ تلاقيه مزعلها قوي ولا شديد معاها؟ طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ تمشي كلامك عليها؟ تقول لها ارجع لجوزك؟ طب يا ولدي ما دام انا اللي همشي كلامي عليها ما اتجوزها انا. ايه؟ ايه الكلام ده يا عم الحاج؟ نزل رجلك وبص لي زين. الراجل اللي ما يقدرش يرجع مرته ويكسر شوكتها احسن له ما يرجعهاش، لانها لو رجعت مش هتبقى انت رئيس المركب ولا تدفى في ايدك. هتبقى انت المركب وهي الرئيس. وبصراحه يعني ما رضاهالكش انك تبقى مره في بيتك. خلاص هروح دلوقتي اكسر راسها بحجر واجرها معايا زي البهيمه للبيت. جدع لو راجل عملها. والله الطخك. طب ما انا جاي لك عشان كذا يا عم الحاج. عدم المؤاخذه ولدي، انا هخليها تحس انك راجل. كيف هي فاكره انهم ثلاث طلقات وهم اتنين؟ انت شايفني مأزون قدامك؟ مالي انا بالتلاتة والاثنين؟ انت تدور لك على واحدة ما رفعتش عينها فيك ولا طلعتك من البيت طاير بالسروال. عايزنا ساعدك في الشغل، من بكرة تطلع الجبل. عظمك طري روح البحر عد الانفار. يعني اكتر من كده لا ترضهالي ولا ارضهالك. ماشي يا عم الحاج. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ايه مالك؟ وشك اصفر ليه؟ اللودر اتسرق. ايه؟ لودر مين؟ لودر الكبير بتاعنا يا حاج. اتسرق. كل وزة اتسرقت جاموسة. لكن لودر كبير بكفة واربع عجلات وبتاعنا ويتسرق؟ كيف؟ رحت المحجر في الليل اتمم ما لقيتهوش. حق عشوبة دي. وفين السواق؟ نايم في بيتهم. كان مسهر امبارح طول الليل. الصبح سلم المفاتيح وراح نام. سلمهم لمين؟ صابر ابو خميس العريبي الغفير. صابر نزل البلد يجيب شاي وسكر، ولما رجع لا ليك الروتر ولا المفاتيح. وليك امه وابوه ولا سرقوهم برضه ولد النعسانه؟ وماله صابر بس يا بوي، ما طول عمره حاجتنا في امان من غير غفير. صح. هنبعت له مكافاه يا ولد منده. يوه. طب اقعدوا اقعدوا لحد ما نشوف الفجر ده عاوز ايه. عن اذنك يا عم الحاج. روح يا مناح. مرحبا يا حاج. عامل ايه يا ولد عمي؟
تمام يا ابو ذكري، خير؟ اللودر بتاعك اتسرق يا ولده. ها اتسرق يا ابو ذكري، انت عاوز ايه؟ اللودر بتاعي تحت امرك، انت عارف نفس الماركه ونفس الطراز زي بتاعك بالظبط، وعارف ان خلقاتك الجوانيين خالص نفس ماركه خلقاتي بالظبط. وطبعا مش حاجرهولك زي الغريب. ملهوش عازة عندي، اللودر هيكون رجع قبل الصبح. الصبح؟ طب قول بعد شهر. معار انت قوي يا حاج. انت قلت يا ابو ذكري؟ لا ولا حاج. لو ما رجعش اللودر لحد الصبح هاخد اللودر بتاعك بالأجر، صح؟ أبو ذكري، أنت عارف إني ما أحبش أحلف، مش عايز أحلف بشنبك إن اللودر هيرجع. هيرجع شنبنا؟ ليه؟ ربنا معاك، أنا ماشي. خلي بالك من البيت والعيال يا حاج، اللي سرق اللودر قادر ياخد أي حاجة. متشكر على النصيحة يا أبو ذكري. سيبني، عايز أقعد مع العيال شوية. روح وخلي بالك من نفسك وانت مروح. ليه؟ هيحصل لي ايه؟ الله أعلم. تحب تاخد مناع معاك؟ لا، مناع لا، أنا عيل صغير. سلام. عمل يا ولد؟ ما فيهاش عمل يا ابوي، لازم يرجع. ده يسوي له 3-4 مليون. هي حكاية فلوس يا جودة؟ دي حكاية قيمة وهيبة يا حاج، ولو ما رجعش ندور عاد على بلد تانية نعيشوا فيها. واللي يجيبه لكم قبل النهار ما يطلع. ومين بس اللي هيجيبه يا ابوي؟ أنا. قبل النهار ما يطلع اللودر هيكون هنا. الموضوع ده عاوز حركة سريعة. يعني إيه؟ يعني سيب لنا ابوي الحكاية دي وانا هجيبه قبلك. اشد مني انت يعني؟ انا ما قلتش كده، بس هقدر اجيبه قبلك. يبقى انا عجزت. لا يا ابوي، بس كل وقت له اذان. بيني وبينك اذان الفجر يا خيري. لو جبته قبلي اعتبر اللودر بتاعك. ماشي، سيبوني لوحدي. ايوه مين؟ اهلا يا باشا. اهلا. ايه؟ لا لا، لودر اتسرق ولا حاجه. معقوله في بيتي اتسرق؟ طول ما انا في البلد دي مفيش بيضه تتسرق من عشه ارمله عاميه. الناس ما راهاش غير كده. مين اللي قال لي سعادتك؟ أبو ذكري؟ يبقى صدقني، أنا قلت له إن اللودر اتسرق. أنا لو من سعادتك أعمل له محضر إزعاج السلطات. لا، مش هطلعه المرة دي. في أمان الله يا بيا. في أمان الله. مع السلامة. طيب يا خيري، هتتحداني؟ خيري هيتحداني يا مرحي، تصدقها انت دي؟ فتح فيها ولدي، وكني بينه وبينه سبق. من ساعة ما مشيت انت وانا كل ما حد تحدي فيهم يبص بعيد،
وكانه خايف عيني تقابل عينيه. في الاخر خيري ابص في عينيه الاقي الغل. وحشتني عينيك انت يا مرح، ما شفتش فيها غير الحب. سماه وتد، وتد، ولولا الأوتاد دي على الأرض تتهز وتميل. وانتوا زيه بالظبط، انتوا وتد البلد كلها والبلاد اللي حواليها. عشان كده لا ينفع تنزلوا منه ولا تهملوه عشان الدنيا ما تتهزش. لولاكم ما قعدش أنا في المنظرة، ولولاي انتوا ما تقعدوش في الدنيا. كلكم عيالي وعيال اخوي، عارف كل واحد فيكم دماغه فيها ايه وقلبه نفسه فيه ايه. وطول ما انا الجسر اللي بينكم وبين الدنيا، طول ما الدنيا عالي. اصحبوني يا عبد الله. فينك يا حاج؟ بقالنا مده ما شفناكش. كل ما توحشوني باجي اشوفكم. شفت اللي حصل يا ضبي؟ حصل ايه يا حاج؟ تصدق ان انا اتسرق؟ لا بالذمه. انا اتسرقت يا ضبي، اتسرقت يا ابوي. لا انت هتضحك مع الهضبي. معقول؟ معقول تتسرق وانا حي؟ على يمين ما بقعد فيها دقيقه. ده اللي حصل. اللودر بتاعي اتسرق. لودر كمان؟ ده انا كنت فاكره حاجه كبير. قهوه يا مرحب. انت قد انت مش قلت لك تخف دكنك وما تطلعش الجبل تاني؟ بيعمل ايه هنا؟ اصل خاله الامام بتاعنا وهيصلي بينا. انت وخالك تنزلوا تحت. يا ضبي هتتمشخوا علي؟ انت قتلت كم نفس؟ كتير، بس الصلاة حلوة. ما قلناش حاجة، على راسنا، بس مش لدرجة المشايخ. ماشي يا حاج،
لودرك هيكون موجود عندك وفي كفته الواد اللي سرقه. لا، اللي سرقه مش عاوزه يعرف، انا عايز اللودر بس، وانا هتصرف مع اللي سرقه. ماشي يا حاج، بس انا يعني كان لي طلب صغير عندك. قول. عايز احج بيت ربي. خلاص ناوي تعتزل؟ ده اخر طلب، وانت جمايلك علينا كتير. سبحان الله، عاوز تختمها. ماشي، السنه دي ان شاء الله هتحج يا حج هضبي، وتدعي لنا كمان. انما بعد الحج هتعمل ايه؟ اروح البلد واستنى قضاء ربي. وانا شهريتك هتشيلك البيت لحد اخر نفس. ها الحته برا البلد موقفين عليها حد، من هنا لطريق اسيوط ومفيش اصل للودر. طيب روح. مناع. نعم. ابويا راح فين يا مناع؟ والله ما عرفش يا ابو الحج. روح. سامحني يا عم الحاج، سامحني يا عم الحاج. لو لمك وابوك كنت هديت البيت، بس انت مالكش قعد هنا تاني. سامحني يا عم الحاج، سامحني يا عم الحاج. يا خيري، لقيت الحرامي؟ يا ولدي انت ما هتنامش. احاجيك؟ ماشي. تعال. زمان جدي اللي هو جدي جدك كان قاعد لوحده في المنظرة مستني ولده الصغير. هو كان عنده 7 أولاد، بس زين الدين كان أغلاهم عنده. وهو قاعد سرحان دخل عليه شيخ كبير قوي، وشي بشوش دقني بيضة وسبحة طويلة. في المنام؟ لا، في الصح. الشيخ كان ماسك في إيده قلة فاضية وطلب من جدي 4 حاجات يمدلوا الكل ويوكلوا ويديله فلوس. جدي وافق على كل اللي طالبه إلا طلبه الرابع. اللي هو إيه يا جدي؟ الشيخ قال له الدين يا ولدك زين الدين. جدي اتنفض قال له لا إلا ده. الشيخ سابه ومشى اختفى.
جدي بص حواليه لقى القلة والواكل والفلوس زي ما هم ما نكسوش حاجة، لكن ولده زين الدين ما رجعش. دور عليه في كل حتة وفي كل مطرح وفي كل مكان، ومرت السنين وجدي قبل ما يموت قابل الشيخ مرة تانية وسألوا عن ولده، قال له عشان اتعلقت بيه قوي ضاع منك وهتفضل العمر كله تدور عليه. ولسه هدور عليه يا جدي. لسه يا ولدي، يلا يلا نام، مش عايز اتعلق بيك اكتر من كده. يلا علشان